أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله تبارك وتعالى حين أمر هذه الأمة بالصيام بيّن لها في أول آية تذكر الصيام، بيّن لها الحكمة التي أرادها من الصيام. بيّن ذلك قبل أن يفصل تعليمات الصيام وكيفياته، لنكون دائما مشغولين مع هذه الغاية التي أرادها الله عز وجل حين أمرنا بالصيام. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من هذه الفريضة هي أن تستعين بها على تقوى الله عز وجل. كيف تستعين بالصيام على تقوى الله عز وجل؟ هذا يمكن أن تعرفه من تجربتك أنت مع الصيام. حينما يكون الإنسان جائعا، حينما يكون الإنسان صائما، يمتنع عن أهم الشهوات لديه، وهي الطعام والشراب والنساء. إذا امتنعت عن هذه الشهوات الجسدية طول نهارك إلى درجة تخفف عنك أثر ما كان في نفسك من الطعام سابقا، فهذا يضعف أثر سيطرة الجسد عليك، وبالتالي تتنشط روحك وتستعد للإقبال على الله عز وجل، وبقي عليك أنت أن تتوجه إلى ربك تبارك وتعالى. إذن الصيام معونة لك أخي المؤمن، وهو كما يؤثر على شهوتك إلى الطعام يؤثر على الشهوة الأخرى، شهوة النساء. انظر كيف بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بين لنا هذا حينما أمر الشباب الذين لا يستطيعون الزواج، أمرهم بأن يلازموا الصيام، وبين أثر الصيام على نفوسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي مؤهلات الزواج المالية التي يستطيع بها أن يتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء معناه القطع، كأنه قطع شهوته واستأصلها. هكذا أخي المؤمن يكون أثر الصيام على نفسه. هذه الشواغل التي تشغلك من الشهوات، هذه الشواغل يخففها عنك الصيام، لتستطيع بذلك أن تتوجه إلى الله تعالى، ولتعرض عن الشهوات الأخرى التي تكون هذه الشهوات سببا فيها. أنت حينما تصوم تمتنع عن أن تأكل الطعام الحلال، إذن فامتناعك عن الطعام الحرام أهم. وأنت حينما تصوم أيضا تخف سيطرة الجسد عليك، وتخف نفسيتك وعنجهيتك التي تتكبر بها على الناس، تشعر بضعفك وأنت إنسان كباقي الناس، تجوع كما يجوعون وتضعف كما يضعفون، فحينئذ يخف عنك أثر التكبر الذي تترفع به على الناس. وهذا التكبر إذا نظرت إليه تجده هو السبب الأكبر في الخصومات التي تقع بين الناس. لو أن الناس لم يتكبر بعضهم على بعض لكانوا كلما اختصموا ذهبوا إلى من يحل لهم مشكلتهم، ولتراضوا على ما هم قد اختصموا عليه. انظر أخي المؤمن كم يسير أثر الصيام في حياتك، وانظر أيضا كم احتاط لنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما
أمرنا أن نعطي الصيام حقه، أمرنا صلى الله عليه وسلم بحفظ ألسنتنا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأتان فقالتا: يا رسول الله، إنا صائمتان جائعتان ولا نجد ما نفطر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أفطرتما. قالتا: يا رسول الله، ما أكلنا شيئا. قال: بلى، قد أكلتما. وكانت كل منهما قد قعدت مع الأخرى تغتاب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، قد أكلتما. أكلتما لحما ميتا، إشارة إلى قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا. الغيبة بمنزلة أن تأكل لحم أخيك وهو ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، قد أفطرتما، صمتما عما أحل الله وأفطرتما على ما حرم الله، كنتما تغتابان الناس. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليريهما أثر ذلك ممثلا حسيا، جاءهما بإناء فقال: قيئا ها هنا، قيئا ها هنا، أخرج ما في بطونكما من الطعام. فقاءتا في الإناء فإذا هو لحم منتن، لحم منتن، لحم ميت. وهذا بقدرة الله عز وجل، حينما تأكل أنت لحم أخيك إنما هذا مثال، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعله لهما لحما حقيقيا ميتا نجسا، ليظهر لهما أثر هذا الكلام الخبيث الذي ذكرتا به الإخوة المؤمنين الآخرين. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أثر هذا الكلام أيضا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يوجهه إلى إحدى زوجاته، وكان الإسلام حينئذ حديثا يتعلم الناس منه كل يوم شيئا جديدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زوجته صفية بنت حيي، ذكرها بخير، فغارت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: حسبك من صفية أنها كذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت ريحه، لأنها منتنة. من هنا نجد الآثار تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تشدد علينا في هذه الأعمال السيئة التي نرتكبها ونحن صائمون، وكلها يمثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد صمتما عما أحل الله وأفطرتما على ما حرم الله. انظر، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس يفطرن الصائم، خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة، والنميمة نقل الكلام بين الناس، الغيبة والنميمة، والنظر بشهوة، واليمين الكاذبة، الغيبة والنميمة والنظر بشهوة، واليمين الكاذبة، والكذب على الناس. هذه الأمور الخمسة، هذه تفطر الصائم. كيف تفطر الصائم؟ هل معنى ذلك أن صيامك قد ذهب وأنك أفطرت وستحاسب يوم القيامة مع الذين لم يصوموا، وأنه ينبغي عليك قضاء هذه الأيام؟ لا، هذه الخمس تفطرك لا كما يفطرك الطعام والشراب، ولكن تذهب بروح الصيام، تذهب بثمرة الصيام، تذهب بفائدة الصيام. لا يذهب صيامك فتحاسب مع المفطرين، بل تلقى ربك يوم القيامة وقد أزيحت عنك مسؤولية فريضة الصيام. ولكن ما هي الثمرة التي حصلتها؟ هل وصلت إلى الثمرة
التي قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا، الواقع انك ضيعت هذه الثمرة، فانت كأنك لم تصم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخمس: انهن يفطرن الصائم. هؤلاء الخمس يفطرن الصائم لانهن يذهبن بفائدة الصيام واثره، كما نقول نحن في الكلام بيننا: فلان مجنون. اذا كان يعمل ضد مصلحة نفسه ويضيع عليها الفائدة، فنحكم عليه بانه مجنون، وهو عاقل معروف بين الناس. ونقول للانسان الذي لا يستخدم عينيه فيما ينفع نفسه، نقول هذا اعمى. ولمن لا يسمع النصيحة نقول هذا اطرش. كذلك نقول لمن لا يعطي الصيام حقه ويضيع فائدته انه غير صائم وانه مفطر. هكذا يحافظ لنا النبي صلى الله عليه وسلم على فائدة الصيام حتى نستفيد منها. انظر اخي المؤمن، هذا الحديث الذي ذكرته لك قبل قليل يتناقل بعض الناس اليوم ويقولون لهذا ولذاك: اياك ان تأخذ بهذا الحديث فهو حديث ضعيف. نعم اخي المؤمن، هذا الحديث وان كان ضعيفا، الناس اكثرهم لا يعلمون معنى كلمة الحديث الضعيف. الحديث الضعيف يرويه انسان حافظته ضعيفة، يمكن ان يكون قد اخطأ في روايته. هذا هو الحديث الضعيف، وليس ما يتوهم الناس ان الحديث الضعيف باطل لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، انما راويه ضعيف الحفظ يمكن ان يكون اخطأ في روايته. ما حكم هذا الحديث عند العلماء؟ علماء الحديث القدامى الذين كانوا على عهد الامام الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد بن حنبل ومن جاء بعدهم، ما حكم الحديث الضعيف عندهم؟ يقولون انه اذا جاء يدل على فضيلة عمل من الاعمال، او يحذر من عمل من الاعمال خبيث ثبت النهي عنه في شرع الله، فان الحديث يؤخذ به. وانظر الى هذه الخمس التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب ثبت تحريمه بالقرآن الكريم، والغيبة كذلك، والنميمة كذلك، والنظر بشهوة ايضا ثبت النهي عنه في القرآن الكريم، واليمين الغموس الكاذبة ثبت نهي عنها في القرآن الكريم وفي الاحاديث النبوية، هذا كله ثابت تحريمه. جاء هذا الحديث يبين لنا اضراره. ثم اذا نظرت الى قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقارنت بينه وبين هذا الحديث، لابد ان تجد ان هذه المعاصي الخمس تذهب بفائدة الصيام، ولذلك فكأن فاعلها مفطر. اذا الحديث وان لم يصح لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه ثابت في شرع الله، لا يماري فيه الا جاهل يريد ان يشوش الناس في شأن دينهم. اخي المؤمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا دائما، سواء ما جاءه عن الله عز وجل في القرآن الكريم او ما جاءه عن الله عز وجل في السنة المطهرة، كله يريد ان يبين لنا فيه ما ينفعنا وما يضرنا. ولذلك اذا نظرت في فريضة الصيام والايات التي تتحدث عنها من اولها الى اخرها، فستجدها تتحدث عن هذه الفوائد. انظر، بعد ان قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ماذا قال بعده؟ اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هؤلاء الذين
عذرهم الله عز وجل، عذرهم الله في الافطار. انسان مسافر، انسان مريض، انسان كبير السن يطيق الصيام ان يتحمله بشدة، عذرهم الله عز وجل. ثم بعد ان عذرهم واعفاهم واخر هذه الفريضة عنهم الى وقت استراحتهم، قال تبارك وتعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، ان كان عندكم علم تميزون فيه بين الخير والشر. وان تصوموا خير لكم، خير لكم في ماذا؟ خير لكم خير مطلق من عند الله، هو خير لكم في كل شيء، خير لكم في دينكم، خير لكم في دنياكم، خير لكم في صحة اجسامكم، خير لكم خيرية مطلقة يضمنها الله عز وجل لك في كتابه الكريم. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يبين لك هذا الامر مرة ثانية ليربطه بمعنى اخر. لماذا اعطاك هذه الاحكام؟ قال تبارك وتعالى بعده: وعلى الفور يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الذي شرعه الله عز وجل من امر الانسان القادر بالصيام على الصيام، اراد الله له به اليسر، واراد ايضا بالتخفيف عن المسافر والمريض، اراد لهذه الامة اليسر. كيف يكون المراد بالصيام اليسر؟ اراد الله عز وجل ان ييسر عليك بالصيام امر طاعة الله، امر تقوى الله عز وجل، فهو يريد لك اليسر في تقواه، يريد لك اليسر حينما تحافظ على طاعة الله عز وجل وانت قوي عليها بضعف شهوات الدنيا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انظر اخي المؤمن، الله عز وجل ذكر هذا في مناسبة الصيام، ولكنه ما قال انه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في الصيام خصوصا، وانما جعله كلاما مطلقا. الله عز وجل دائما لا يريد لك الا اليسر ولا يريد لك العسر ابدا، وكل شيء تراه من مشقة فيما امرك الله عز وجل به. فانظر الى الاضرار التي تصيبك لو عصيت الله عز وجل، قارن بين هذا وذاك لتتأكد ان هذه المشروعية اريد لك بها الخير واريد لك بها اليسر ايضا يا اخي المؤمن. انظر في كل ما شرع الله عز وجل، ما شرعه الله من المعاملات في البيع والشراء وكل امر من الامور، وضع لك فيه نظاما يحفظك من ان تختصم مع اخيك، من ان تضيع حقك او يضيع حق الناس عندك. ايهما خير لك، ان تخالف الله عز وجل او ان تتفق مع اخيك المؤمن فتحصل على حقك ويحصل هو على حقه؟ كل هذا اراد لك به اليسر ولم يرد لك به العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في الصيام وفي كل ما امركم به وفي كل ما نهاكم عنه. الجميع مراد لك به التيسير في حياتك الدنيا، ومراد لك به التيسير في لقائك لله عز وجل يوم القيامة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. انت حينما تصوم تشكر الله عز وجل، تشكر الله على ماذا؟ تشكر الله على ان اعطاك من الصحة ما تستطيع به الصيام، تشكر الله على ما اعطاك من الهداية
فوفقك للايمان بالله عز وجل ولاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة القرآن الكريم الذي انزل في شهر رمضان فاخرجنا به من الظلمات الى النور لعلكم تشكرون. بين حديث الصيام وقبل ان يتم ويحدثنا الله عز وجل عما يفطر وعن مواقيت الصيام، بين لنا سبحانه وتعالى انه يريد لنا بهذا كله ان يتقرب اليه من يريد القرب. قال تبارك وتعالى: واذا سألك عبادي عني فاني قريب، واذا سألك عبادي فاني قريب، قريب منك غاية القرب، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ولكنك انت الذي تبتعد عنه ايها الاخ المؤمن، انت تبتعد عنه، تبتعد عنه بماذا؟ بالمعصية، بالمخالفة، باتباع الشهوات. ولذلك فان الآية جاءت في اثناء الحديث عن الصوم لتبين لك المناسبة بين الامتناع عن الشهوات وبين التقرب الى الله عز وجل. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اذا استجبت لله عز وجل فالخير لك لا له سبحانه وتعالى، استجابتك انما هي من اجلك ومن اجل فائدتك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشاد معناه الانسان يكون فيه عاقلا، يعرف ماذا ينفعه فيفعله، ويعرف ماذا يضره فيجتنبه. ولذلك حينما نقول عن انسان تصرف تصرفا نقول انه بالغ راشد عاقل، اي يعرف ما يفعل من مصلحة نفسه ويعرف ما يضره فيتركه. اذا اطعت الله، اذا اقتربت من الله عز وجل، فانت حينئذ اصبت الرشاد، الرشاد الهداية، العمل على مصلحة نفسك في شأن الدنيا وفي شأن الآخرة. اما الله عز وجل فلا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، انما الامر كله من اجلنا نحن، كما تفعل انت ايها الانسان، تأمر ولدك باشياء وتنهاه عن اشياء اخرى، وانت تريد بذلك مصلحته وان كنت لا تستفيد منه. الله عز وجل اغنى منك عن منافع الناس، لا يحتاج الى احد ابدا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل انه سبحانه يقول: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لانه وفقه على ذلك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وانظر الى هذا الاحصاء العجيب يا اخي المؤمن، انه احصاء مبني على المحبة من الله عز وجل لعباده. الاحصاء يعني ان احصي لك الخير فاكافئك عليه، واحصي لك الشر فاعاقبك عليه. ولكن انظر كيف يحصي الله عز وجل، يبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل ايضا، انه يقول سبحانه: يا عبادي الحسنة بعشر امثالها،
وأزيد. الحسنة إذا عملت عملا يحاسبك الله، كيف هذا الحساب؟ الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والزيادة لا حدود لها، يزيد الله عز وجل لك ما يشاء. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهناك أعمال تزيد على 700. قال الله عز وجل الحسنة بعشر، قال الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما الصائمون فأولئك يوفون أجرهم بغير حساب، يعني بغير حدود. إذن هناك زيادة. ارجع معي يا أخي المؤمن إلى الحديث، الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها، السيئة تكتب عليك واحدة وأغفر. هناك تضاعف 10 أمثال وتزاد، وهنا تكتب مرة واحدة ومعها المغفرة التي تمحو. ثم يبين لنا الله عز وجل فيقول ولا يهلك على الله إلا هالك، أي لا يهلك في حساب الله إلا من أصر على المعصية إصرارا عظيما لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، هذا هو الذي يهلك. أما من يستغفر الله ويرجع إليه ولا يصر على المعصية فهكذا يحاسبه الله. الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأغفر، ولا يهلك على الله إلا هالك، إلا من أصر على الهلاك والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة عرشه وقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم انصر المسلمين، واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين، يا ذا القوة المتين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير،
ومن اراد بهم غير ذلك فاجعل شره عليه وخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الاخوة الذين يأتون متأخرين، حبذا لو نزلوا الى الطابق الادنى فانهم يجدون هناك متسعا، ويكفيهم ذلك عن ان يقفوا من اول الخطبة الى اخرها، وكذلك يمكن ان يجدوا متسعا في الطابق الاعلى. فوفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر.